تحتضن هؤلاء الذين ساروا في الطريق المظلم، أن تحتضنهم بالتوعية وبالتعريف. نسأل الله لنا ولكم ولأبنائنا وبناتنا ولمجتمعنا السلامة من هذا الأمر. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فينعمون، وينعمون فيشاهدون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ارفع يا رب مقتك وغضبك عنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، رضنا وارض عنا. اجعل يا رب مصر آمنة مستقرة، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا يا رب رمضان، وبلغنا يا رب رمضان، وبلغنا يا رب رمضان. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا إلهي سميع قريب مجيب الدعوات. وأقم الصلاة.